مشاهدينا صباح الخير عليكم، صباح تيسير، الله يوفق الجميع بإذن الله تعالى ويكون نهار مبروك للجميع واللي غادي العمل ديالو يقضي أي غرض الله يوصلوا على خير إن شاء الله بإذن الله تعالى، واللي جايين انتهت العطلة ديالهم وجايين لاستئناف العمل إن شاء الله الله يجيبهم على خير، واللي مازالين عطلة نتمنوا لهم عطلة سعيدة، وحنا على أبواب الدخول المدرسي وكنعرفوا دابا الحديث اليوم عند الاباء اللي عندهم الوليدات الله يصلحهم ليهم راه ما كاين غير على الدخول المدرسي والمصاريف، الله يحسن العوان، نتمنوا الرزق للجميع ونتمنوا ان جميع الاباء ان شاء الله يكون عندهم الرزق. كنعرفوا هذه الجائحه كانت قاصحه على الجميع، خاصه الناس المياومين العطاشه اللي كيخدموا بالنهار، الناس اللي بعض المصانع اللي سدات، بعض الشركات اللي سدات، يعني كانت سنه الجائحه سنه قاسيه على الجميع نفسيا اقتصاديا اجتماعيا على جميع النواحي. كنعرفوا كذلك بزاف الاسر كان الوليدات ديالهم كتقريهم في المدارس الخاصه ونظرا لهذه الجائحه اضطرت انهم تحولهم للمدرسه العموميه. اليوم السؤال ديالنا اللي بغينا نعرفوه من خلال التعليقات ديالكم شنو هو راي ديالكم، واش تفضلوا تقريوا وليداتكم في المدرسه الخاصه او المدرسه العموميه؟ حنا كنعرفوا في واحد الوقت نهضر على الوقت اللي قريت انا كانت المدرسه العموميه عندها واحد القيمه كبيره، وان الوليدات اللي كيمشيو للمدرسه الخاصه يعني هما اللي كيكونوا ناقصين في شي مواد او لا شي حاجه، فكانت واحد القيمه كبيره عند المدرسه العموميه، وصراحه مع احترامي لكل الاساتذه كيف كنقولوا كانت القرايه ديال بصح، يعني راه ما كتنجح اولا كتجيب هذيك النقطه راه حتى كدوز عليك فعلا. سبحان الله، راه كاع اللي في الجينيراسيون ديالي راه غادي يعرف ان المدرسه العموميه وكانت واخا حنا ضد العصا وكانت العصا وكانت القرايه والحفاظه والاعراب كنتي تناضي راه خطاتي غير كلمه قفرتيها عند الاستاذ العراده على الصباح كنصبحوا على الاعراب والعراده. المهم الحمد لله كانت ولاو الاباء دابا كيفضلوا المدرسه الخصوصيه على ولد اللغات، كيقول لك اودي حنا الوقت ديال اللغات، فبالتالي ملي كيمشي ولدي للمدرسه الخاصه فبدا غيتعلم اللغه وغادي يقرا العربيه والفرنسيه والانجليزيه وهو مازال صغير، يعني في المستوى الاول غادي يقرا اللغات، هذا الشيء اللي ما كنلقاوش في المدرسه العموميه، هذا علاش بعض الاباء كيختاروا. عاود مع هذه الجائحه الناس تصدموا في بعض المدارس الخاصه، حنا ما غنعموش لان فرضات على الاباء يخلصوا، فرضات على الاباء ان كاين الوليدات اللي ما بغاش تعطيهم الشواهد تيخلصوا، كاين الوليدات بغاو يدوزوا البكالوريا ما بغاش تعطيهم تيخلصوا، يعني كانوا حنا بعض المدارس الخاصه كانت قاسيه على الاباء وحملوا التلاميذ واحد الحمل والاطفال واحد الحمل اللي هما ما داخلينش فيه، يعني المسائل الماديه ما داخلش فيها الطفل كيمشي يقرا ما خصكش كاع تدخلوا انت في هذه المسائل، قول باك يخلص سير كلم باك لا ما نعطيكش دوز الامتحان والخلعه اللي طرات للوليدات حتى يخلص الوالد ديالك او الام ديالك تخلص الواجبات الدراسيه ديالك، يعني دخلوا الاطفال في واحد المشاكل اللي هي ما خصهمش يدخلوا فيها اصلا، لان المسائل المادية كتعالج مع الآباء، ما عندكش الحق تحرم طفل من امتحان ديالو أو من الدراسة ديالو لكان الأب ديالو ما أداش الواجب، خاصة وأننا حنا في واحد الجائحة، راه هذاك الأب اللي أنت تعاملتي معاه بداك الشكل راه كان كيخلصك شهريا لمدة 5 سنين ومقري عندك واحد 6 ولا 7 ديال واحد 3 أو لا 2 ديال الوليدات اللي مقري عندك، فبالتالي كان التعامل قاسي من بعض المدارس الخاصة. هذا العام هذا الموسم الماضي شفنا بزاف الآباء اللي اختاروا التعليم العمومي وقال لك خلاص راه كانت الدراسة عن بعد، يعني وكانت يعني تقريبا السوايع الإضافية السوايع اللي قراو التلاميذ غير النص ديال تقريبا الا جينا نحسبوا راه كنلقاو قراو فحال الاسبوع كيقراو فيه غير واحد 3 ايام او لا فحال هكا، فبالتالي قال لك علاش غنخسر الفلوس ونبدا نحطوا ان الدراري اصلا ما نقولوش ما خداوش التحصيل ديالهم التعليمي كما يجب، وانما كان شويه الدراسه ناقصه هذا العام، هذا الشيء راه ما كيضرقش بالغربه كيف كنقولوا.